ولو تسمح لي كابتن نبتدي مع حضرتك، يعني الاستعدادات كانت عامله ازاي؟ شكل المنافسات في البطوله كانت عامله ازاي؟ اقوى المباريات في رايك انت كانت انهي مباريات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا احنا استعدينا تقريبا من شهر 6، مجرد ما التشكيل اتحط ابتدينا على طول التمارين. فضلنا تقريبا نتمرن 5 وحدات في الاسبوع، يعني 5 مرات في الاسبوع لغايه الدور التمهيدي، بعد كده الدور قبل النهائي، بعد كده النهائيات. النهائيات دي بتبقى تقريبا 4 فرق بتواجه بقى احنا واجهنا مصر التأمين، واجهنا الجزيرة، واجهنا الزهور. كلهم أقوياء، يعتبر طالما وصلوا للدور ده يبقى الفرق كلها قوية يعني. بس احنا الحمد لله ربنا اراد يعني ان احنا ناخد البطولة، كنا مستعدين بشكل كويس جدا يعني. اصعب مباراة فيهم في رأيك كانت انهي؟ وليه؟ يعني انهي وليه؟ اصعب مباراة ظهور، يعني اللي هي اخر ماتش. ما كناش موفقين، كان الحظ معدلنا جامد جدا. تقريبا اول شوط احنا جبنا باسكت واحد بس، وده ده يعني ده مش ده لو بعمل لكم عمل مش هيحصل كده. يعني هو في لقطات طبعا يعني حضرتك لو شفتها هتصدق على كلامي، بس الحمد لله تداركنا الموضوع في الكوارتر الثالث والرابع يعني وقدرنا. عملتوا ريمونتادا؟ مش منتدى قوي يعني. يعني السكور ما كانش كبير قوي، هو تقريبا فرقوا علينا 5 بونت بس طول الجيم يعني، بس احنا الحمد لله قدرنا نخلص الجيم كله وفرق 16 بوينت الحمد لله يعني، وربنا اراد ان احنا ناخد البطوله الحمد لله. جميل.